تمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، وقد شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية بتأسيس الإمام محمد بن سعود للدرعية المدينة الدولة عام 1139 للهجرة، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار الإمام تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم، وذلك عام 1240 للهجرة. وتعتبر الدرعية دولة مدينة منذ تأسيسها على يد مانع المريدي منتصف القرن التاسع الهجري 15 الميلادي، حيث امتلكت الدرعية عدداً من المزايا جعل منها قابلة للتوسع مع الأيام ومركزاً حضارياً قائماً على أسس الدولة العربية لا على العصبية القبلية. مقومات عديدة جعل من الدرعية تمتلك موقعاً استراتيجي لعاصمة الدولة السعودية الأولى، من أبرزها وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد وهو وادي حنيفة، وأهم الطرق التجارية القديمة التي تمر بها قوافل التجارة والحج، حتى أصبحت الدرعية عاصمة سياسية لم تطأها يد أجنبية غازية إلا ودحارتها، وعاصمة اقتصادية الأكثر انفتاحاً ومنافسة في المنطقة. واليوم تختار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو مدينة الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، نظير تملكه من رصيد تاريخي ومخزون فكري وثراء حضاري جعل منها علامة فارقة بين المدن العربية.